بسم الله الرحمن الرحيم. سنبدأ اليوم على بركة الله في شرح لكتاب الفيزياء للصف العاشر. وفي هذه النسخة التي بين أيدينا تتكون من عدة وحدات، فنتحدث في الوحدة الأولى وهي خاصة بوحدة الميكانيكا في عدة فصول. فالفصل الأول يتحدث عن الفيزياء والقياس، الفصل الثاني المتجهات، والفصل الثالث وصف الحركة، والفصل الرابع قوانين نيوتن. ونبدأ على بركة الله في التحدث عن وحدة الميكانيكا. وفي المناسبة في بداية هذه الوحدة قبل أن ندخل في الفصل الأول يبين لك قوانين الحركة. فنجد أن أشكال الحركة عندنا تنقسم إلى ثلاثة أشكال، وهي حركة انتقالية، حركة دورانية، وحركة اهتزازية. وهنا يضرب لك أمثلة ليقرب لك صورة الحركة الانتقالية، فهي عبارة عن حركة الأجسام من موضع إلى آخر خلال فترة زمنية معينة، مثل حركة السيارة والدراجة وحركة الإنسان عندما ينتقل من مكان إلى آخر. ثم يتحدث بعد ذلك عن حركة دورانية، وهي كحركة الكواكب حول الشمس ودوران الإلكترونات حول النواة وعقارب الساعة وعدة أمثلة قد تجدها في حياتك اليومية. ثم يتحدث عن حركة اهتزازية، وهي حركة التذبذب الجسم حول موضع اتزان كحلقة اهتزاز الأرجوحة والبندول الساعة والبندول البسيط وحركة الأوتار في الآلات الموسيقية. ثم نبدأ في الفصل الأول وهو فصل الفيزياء والقياس. وفي البداية يتحدث عن مفهوم لعلم الفيزياء. فعلم الفيزياء هو أحد العلوم الطبيعية، يهتم هذا العلم بدراسة الطاقة والمادة وحركة الجسيمات، بحيث أن كل جزئية من هذه الجزئيات الموجودة لديك ما يؤثر عليها، وخروج بمعادلات وقوانين تفسر تلك الظواهر وتتنبأ بمسيرتها عن طريق نماذج تفسر الواقع. هذه الدراسة للمادة والطاقة وحركة الجسيمات قام عليها كثير من العلماء واستنتجوا لها كثير من القوانين. وهنا بعد ذلك يتحدث عن تطور الفيزياء عبر العصور، ويعطي لك نبذة عن مساهمة كل شعب وكل حضارة من الحضارات القديمة حتى الحضارات الحديثة بجزئية. فنجد أن العلم بمجمله هو علم تراكمي. وفي الجزئية الأولى في بابل ومصر القديمة من خلال مراقبة النجوم وتحركاتها، ثم بعد ذلك طور الإغريق السبائك، وهي عبارة عن خليط متجانس من أكثر من معدن أو فلزات صلبة لتعطيك مواد جديدة بخواص جديدة. والإغريق عندما طوروا هذه السبائك أصبحوا لهم القوة والمنعة في تلك الفترة. ثم جاء عصر الإسلام والمسلمون فطوروا كثير من العلوم المساعدة لعلم الفيزياء، فعلم الرياضيات والبصريات، واستخدموا البكرات والطاقة المائية. ويبين أهمية الأجهزة في تطور علم الفيزياء. فمثلا فرع علم الفلك تطور بشكل واسع باكتشاف التلسكوب، وعلم الديناميكا والرياضيات تطورت على يد إسحاق نيوتن. ونذكر هنا بشكل أساسي قوانين الحركة الخاصة به. ثم في القرن التاسع عشر تطور المحركات، وفي القرن في القرن الثامن عشر تطور المحركات، وفي القرن التاسع عشر النظريات الحديثة في الكهرومغناطيسية خصوصا على يد العالم مايكل فاراداي وماكسويل. وستتعرف عن مايكل فاراداي في تجارب التفريغ الكهربائي في مادة الكيمياء. ثم يتحدث لك عن مجالات كثيرة لعلم الفيزياء، وأحد هذه الأفرع هو الفلك. وسنتحدث عن الفلك في الوحدة الأخيرة وفي الفصل الثاني من هذا الكتاب، في الفصل الثاني الدراسي. ثم وعلم الفلك يتحدث عن الكون والنجوم، حركاتها، كثافاتها، لمعانها،
فيزياء المواد، ويهتم هذا العلم بدراسة الكثير من المواد بناء على تركيبها الذري، وهو علم أساسي خصوصا في تكنولوجيا الترانزستور وأشباه الموصلات. وأذكر هنا مادة الجرمانيوم والسيليكون، هذتين المادتين اللتين تستخدم بشكل واسع في تصنيع أشباه الموصلات. ثم يتحدث لك عن فيزياء النانو تكنولوجي، وهو علم الدقائق. وهنا هذا العلم يهتم بدراسة ومعالجة المادة على المقياس الذري، وخصوصا بوحدات النانو. ونذكر هنا أنه قد تم شرح هذا بشكل واسع في كتب التكنولوجيا للصف الثامن والتاسع، وقد ذكر لك العالم الفلسطيني نايف حواتمي، هو أحد علماء الذرة في المختصين في هذا المجال. ونبدأ على بركة الله في الجزئية الثانية أو الثالثة، فقياس القياس وعناصره. ويبدأ لك بتعريف، لو قلنا ما هو القياس فنقول على بركة الله هو عملية مقارنة كمية فيزيائية بكمية أخرى معيارية متفق عليها من نوع نفسه، تسمى وحدة القياس عبر أداة قياس. فمثلا لو أنك أردت أن تقيس طولك فإنك تستخدم المتر، فهذه الوحدة، فلو كان طولك مثلا على سبيل المثال كان متر وسبعون سنتي، فإنك استخدمت وحدة المتر في عملية القياس واستخدمت أداة القياس المتر. طبعا لأداة القياس وحدة قياس خواص خاصة بكل منها، سنتحدث عنها فيما يلي. لكن في البداية يوجد نشاط واحد ولا يبين لك أهمية توحيد القياس. فلو قمت أنت ومجموعة من الطلبة في صفك بتقسيم أنفسكم إلى ثلاث مجموعات، في المجموعة الأولى تستخدم الأقدام، في المجموعة الثانية تستخدم الخطوات، والمجموعة الثالثة تستخدم الشريط المتري في قياس طول غرفة الصف، فإنك تجد أن في وحدات الأقدام قد يكون هناك خلاف بالخطوات، لأن الأقدام بالنسبة لشخص لآخر مختلفة، الخطوات مختلفة من إنسان لآخر. لكن نجد أن المجموعة الثالثة التي استخدمت الشريط المتري كانت أكثر المجموعات اتفاقا حول هذه القراءة. لكن هنا نجد أن أهمية هذه الجزئية لمعرفة أهمية توحيد وحدة القياس، وأهمية وحدة القياس سنتحدث عنها بعد ذلك. لكن سنتوصل إلى خواص أو خصائص أداة القياس وخصائص وحدة القياس. فخصائص أداة القياس تنقسم إلى ثلاثة خصائص: مناسبة للغرض، اثنان دقة الأداة، ثلاثة قابلة للمعايرة. فمناسبة للغرض الذي تستخدمه، فمثلا الشريط المتري قد يقيس غرفة الصف لكن لا يقيس طول الملعب. فلو قلت لك أنك معك شريط متري طوله 5 متر وأريد منك أن تقيس مسافة مدينة رفح، فهذه عملية غير مناسبة، تأخذ الكثير من الوقت، فبالتالي الأداة وإن كانت تقيس الطول لكنها لا تكون مناسبة للغرض. في الجزئية الثانية أن تكون الأداة دقيق دقة الأداة، فمثلا الميزان ذو الكفتين قد يقيس كتلات كبيرة لكن دقته بالنسبة لقياس الذهب ليست بالدقة، خصوصا أن معدن الذهب من المعادن والفلزات الغالية الثمن، فمجرد عدم الدقة في الأداء قد يضيع الكثير من الجرامات غالية الثمن، فبالتالي غير مناسب لعملية القياس للذهب لغلو الثمن. قابلية المعايرة، وهنا نجد تعريف للمعايرة. وتعريف المعايرة أن تقيس الأداة بدقة معيارية متفق عليها، بمعنى أن هذه الأداة لو كان عندك كتلة والكتلة تساوي 1 كيلوغرام، فلو أوضعناها على أداة ولا يكون ميزان حساس فلابد أن يكون النتيجة
1 كيلوغرام، وإلا لو كان أكثر أو أقل يجب أن نعاير هذه الأداة لتعطيني قياس دقيق متفق عليه للكمية المعيارية الذي استخدمتها في عملية إيش؟ في عملية القياس. 2 صفات وحدة القياس، 1 لها معيار متفق عليه وبالتالي تكون مقبولة دوليا، مما يجعل لك سهولة في التفاهم بين الناس فبالتالي يقبلون استخدامه. 2 تكون ثابتة لا تتغير، لذلك يتم حفظها في ظروف خاصة، فمثلا المتر المعياري يتم حفظه عند سفر سلوزيوس في مكتب الأوزان في فرنسا حتى لا يتمدد بالحرارة ولا ينكمش في البرودة، فبالتالي تكون القياس له متر صحيح، ويستخدم في ذلك سبائك خاصة حتى يبقى بالشكل الثابت ولا تتغير. وهنا ملخص ما قد تحدثنا عنه في جزئية خصائص أداة القياس: أن تكون مناسبة للغرض، دقة الأداة قابلة للمعايرة، في خصائص وصفات وحدة القياس لها معيار متفق عليه وثابتة لا تتغير. وهنا بعد ذلك يطلب منك: ما أهمية توحيد وحدات القياس؟ أهمية توحيد وحدات القياس أن يعطيك قراءة صحيحة دقيقة متفق عليها، يسهل التفاهم عليها، وبالتالي تكون مانعا للخلاف الذي يحدث بين الناس. فأنظمة القياس هي 3 أنظمة: النظام الدولي ويكتب باختصارا MKS، والنظام الجاوسي CGS من سنتيغرام وسكند الثانية، والنظام الإنجليزي. وسنتطرق لثلاثة من الوحدات الأساسية، والوحدات الأساسية للعلم هي 7 وحدات سنتطرق إليها فيما بعد. ففي البداية سنتحدث عن الطول والكتلة والزمن. فالطول بالنظام الدولي يكون متر، والطول بالنظام الجاوسي يكون سنتيمتر، والطول بالنظام الإنجليزي القدم. أما الكتلة بالنظام الدولي بالكيلوغرام، والكتلة بالنظام الجاوسي الجرام، والكتلة بالنظام الإنجليزي الصلج. أما الثانية ففي الأنظمة الثلاثة هي وحدة قياس الزمن، فيكون الزمن وحدة قياسه في النظام الدولي الثانية، وفي النظام الجاوسي الثانية، وفي النظام الإنجليزي الثانية. وهنا نتوقف ونذكركم: إذا كان هذا الفيديو قد نال إعجابكم، أن تشتركوا في القناة وأن تقوموا بمتابعة ما نقوم بإنزاله كل يوم سبت من كل أسبوع، وكتابة الملاحظات في خانة التعليقات ليتسنى تحسين جودة هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.